بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 70. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي نور على الدرب، يجيب على استفساراتكم ورسائلكم الشيخ صالح فوزان الفوزان، أستاذ بالمعهد العالي للقضاء. مرحبا بكم يا شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. الشيخ، هذه رسالة من المستمع أحمد أبو غنيم إبراهيم، مصري مقيم في الرياض، يقول في سؤاله: هل ورد نص قرآني أو حديث نبوي يفيد قيام ليلة النصف من شعبان وصيام نهاره؟ وإذا كان ذلك وارد، هل هناك كيفية معينة لقيام ليلة النصف من شعبان؟ أفيدونا جزاكم الله كل خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن خير الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها. وهذا السؤال عن ليلة النصف من شعبان وعن اليوم 15، هل يشرع قيام تلك الليلة وصيام هذا اليوم، وهل ورد في ذلك شيء؟ الجواب أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بخصوص ليلة النصف من شعبان ولا بصيام اليوم 15 من شعبان، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم دليل يعتمد عليه. فليلة النصف من شعبان كغيرها من الليالي، من كان له عادة القيام والتهجد من الليل فإنه يقوم فيها كما يقوم في غيرها، غير أن يكون لها ميزة، لأن تخصيص وقت بعبادة من العبادات لا بد له من دليل صحيح. فإذا لم يكن هناك دليل صحيح، فتخصيص بعض الأوقات بنوع من العبادة يكون بدعة، وكل بدعة ضلالة. وكذلك لم يرد في صيام اليوم 15 من شعبان أو يوم النصف من شعبان، لم يثبت دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي مشروعية صيام ذلك اليوم. وما دام أنه لم يثبت فيه شيء بخصوصه، فتخصيصه بالصيام بدعة، لأن البدعة هي ما لم يكن له دليل من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، مما يزعم فاعله أنه يتقرب به إلى الله عز وجل، لأن العبادات توقيفية لا بد فيها من دليل من الشارع. أما ما ورد من الأحاديث في هذا الموضوع فكلها ضعيفة، كما نص على ذلك أهل العلم، ولا يثبت بها تأسيس عبادة لا بقيام تلك الليلة ولا بصيام ذلك اليوم. لكن من كان من عادته أنه يصوم أيام البيض فإنه يصومها في شعبان كما يصومها في غيره، أو من كان من عادته أنه يصوم يوم الاثنين أو يوم الخميس وصادف ذلك النصف من شعبان، إنه لا حرج عليه أن يصوم على عادته لا على أنه خاص بهذا اليوم. وكذلك من كان يصوم من شعبان صياما كثيرا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم ويكثر الصيام من هذا الشهر، لكنه لم يخص هذا اليوم اللي هو 15، لم يخصه بصيام، إنما يدخل تبعا. الحاصل أنه لم يثبت بخصوص ليلة النصف من شعبان دليل يقتضي إحياءها بالقيام، ولم يثبت كذلك في هذا في يوم 15 من شعبان دليل يقتضي تخصيصه بالصيام. أما يفعله بعض الناس خصوصا العوام في هذه الليلة أو في هذا اليوم، هذا كله بدعة يجب النهي عنه والتحذير منه. وفي العبادات الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم من الصلوات والصيام ما يغني عن هذه المحدثات، والله تعالى أعلم. شكر الله لكم. هذه رسالة من المستمع عجيل، عراقي مقيم بدولة الكويت، يقول: سمعت بأنه لا تجوز صلاة بدون أذان، حيث أنني أعمل لوحدي بالبر وأصلي والحمد لله لكن بدون أذان، فهل صلاتي جائزة أم لا؟ وإذا كانت غير جائزة فماذا ينبغي علي أن أفعل في الصلوات السابقة؟ أفيدوني جزاكم الله عنا كل خير. الصلاة تجوز بدون أذان وتصح، ولكن الأذان عبادة مستقلة، وهو إعلام بدخول الوقت وشعار للإسلام، وفيه فضل عظيم ينبغي المحافظة عليه، والأذان لكل وقت عند دخوله، ولو كان الإنسان وحده فإنه يستحب له أن يؤذن ويصلي، وفي ذلك فضل عظيم وثواب كبير. أما لو صلى الإنسان أو صلى الجماعة
من غير أذان فصلاتهم صحيحة، لكن يفوت عليهم أجر الأذان وثواب الأذان. الله أعلم. شكر الله لكم. أيضا يقول في رسالته: هناك أشخاص يصلون كل أوقاتهم بالتيمم، ولقد نصحتهم عدة مرات ولم تجدي نصيحتي لهم، هل تجوز صلاتهم بهذه الطريقة؟ أفيدونا بارك الله فيكم. التيمم إنما هو بدل الماء، بدل الطهارة بالماء، ولا يجوز إلا لعذر شرعي، كأن يكون عادما للماء أو يكون معه ماء قليل لا يكفي لحاجته ولوضوئه، فيبقي الماء لحاجته ويتيمم. والحالة الثانية إذا كان عاجزا عن استعمال الماء مع وجوده لمرض يمنعه استعمال الماء، أو يشق عليه استعمال الماء في حالة المرض، فإنه يتيمم في هذه الحالة، وذلك لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فدلت الآية الكريمة على أن التيمم لا يجوز إلا في حالتين: الحالة الأولى إذا كان الإنسان مريضا لا يستطيع استعمال الماء، والحالة الثانية إذا كان مسافرا وليس عنده ماء يتوضأ به أو يغتسل به من الجنابة، أو كان عنده ماء قليل لا يتسع لحاجته ولطهوره، ففي هاتين الحالتين يعدل إلى التيمم. أما إذا تيمم من غير عذر شرعي بأن كان الماء موجودا وهو قادر على استعماله، فإن تيممه لا يصح ولا تصح صلاته، لأنه صلى بغير طهور. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ولأن الله سبحانه وتعالى شرط في هذه الآية تقديم الطهارة بالماء للصلاة على الصفة التي ذكرها في هذه الآية الكريمة، فهؤلاء الذين ذكرت أنهم يصلون بالتيمم دائما، ما دام أنهم يفعلون هذا من غير عذر، فإن صلاتهم غير صحيحة طيلة هذه المدة. فعلى المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يؤدي ما أوجب الله عليه على وجه المشروع. التيمم إنما هو رخصة عند الحاجة إليه، وهو بديل عن الماء، فإذا وجد الماء فإن التيمم لا يصح إذا كان قادرا على استعماله، والله أعلم. شكر الله لكم. رسالته الأخيرة يقول فيها: أهلي لا يصلون ولا يصومون ويحلفون بغير الله، وقد عجزت في نصحهم، فهل يجوز مفارقتهم نهائيا مع علمي بأن لديهم حقوق الطاعة علي؟ ماذا أفعل؟ أرجو نصحي بما ترونه، وفقكم الله. إذا كان يقصد بأهله زوجته أنها لا تصلي ولا تصوم، هذه يجب عليه مناصحتها وأمرها بالصلاة والصيام وبالتزام الشريعة وأداء ما أوجب الله عليها، فإن امتثلت وتابت إلى الله سبحانه وتعالى فإنه يبقيها عنده. أما إذا أصرت على الامتناع من الصلاة ومن الصيام فهذه غير مسلمة، لا يجوز له إمساكها، قوله تعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. والتي تترك الصلاة متعمدة لا شك أنها كافرة، إن كانت لا تقر بوجوبها فكفرها مجمع عليه بين أهل العلم، وإن كانت مقرة بوجوبها ولكنها تتركها تكاسلا وتهاونا بها فكذلك هي كافرة في أصح قولي العلماء، وهو الذي تعضده الأدلة الصحيحة من الكتاب والسنة. فهذه المرأة إذا أصرت على ترك الصلاة وترك الصيام فإنه لا يجوز لك أن تبقيها في عصمتك، لأنها ليست بمسلمة، والمسلم لا يجوز له نكاح الكافرة غير الكتابية. أما الحلف بغير الله فهذا شرك أصغر يجب التوبة منه والابتعاد عنه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وفي حديث آخر: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فالحلف بغير الله شرك أصغر يجب على المسلم أن يتوب منه وأن يقتصر على الحلف بالله عز وجل، لأن الحلف تعظيم والتعظيم حق لله سبحانه وتعالى. نعم. أما إذا كان يقصد بأهله مثلا أهل بيته من إخوانه ووالديه فإنه يجب عليه مناصحتهم والإنكار عليهم، فإذا لم ينتصحوا وأصروا على ترك الصلاة وترك الصيام فإنه لا يبقى معهم، يجب عليه أن يفارقهم وأن يهجرهم، قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، الآية. نعم.
شكر الله لكم. أيضا هذه رسالة من السائلة حاء ميم صاد حاء من المملكة العربية السعودية المنطقة الوسطى، تقول في رسالتها: هل من قرأ سورة الإخلاص في كل ليلة يعتبر أنه قد ختم المصحف الشريف بكامله؟ أفيدونا في ذلك جزاكم الله كل خير. سورة الإخلاص فيها فضل عظيم، قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها تعدل ثلث القرآن، وذلك لما تشتمل عليه من صفة الرب سبحانه وتعالى، ففيها فضل عظيم وفي قراءتها فضل عظيم، لكن ليس من قرأها واقتصر عليها وكررها يكون كقارئ القرآن كله، بل إذا قرأ القرآن كله فقد حصل على أجره وثوابه، ويكون أيضا قارئا لسورة الإخلاص فيكون حائزا على ثواب هذه السورة وعلى ثواب تلاوة القرآن كله. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله عشر حسنات، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فقراءة الاقتصار على قراءة سورة الإخلاص لا يكفي عن قراءة القرآن، ولكن فيه أجر تلاوتها وقراءتها، ولكن لا يكون كمن قرأ القرآن كله. نعم، بارك الله فيكم. أيضا تقول: أنني سمعت أن من قرأ سورة الحشر في كل ليلة ومات من ليلته كان شهيد، ما صحة هذا؟ أفيدونا مشكورين. لا، لم أقف على هذا الحديث في فضل سورة الحشر، وسورة الحشر سورة عظيمة لا شك، تشتمل على أحكام عظيمة وعلى تنزيه الله سبحانه وتعالى في أولها وعلى أسمائه في ختامها، أي سورة عظيمة تشتمل كذلك على بيان صفة المهاجرين والأنصار وما قدموه من أعمال جليلة في خدمة الإسلام ونصرة النبي صلى الله عليه وسلم، تشتمل كذلك على التحذير من صفات المنافقين وبيان شرهم ومكائدهم، فهي سورة عظيمة بلا شك، وفيها فضل عظيم كغيرها من سور القرآن العظيم. أما هذا الحديث الذي ذكره السائل قد بحثت عنه فلم أجده. نعم، بارك الله فيكم. أيضا هذه رسالة وصلتنا من السائل سبيت علي من حضرموت، يقول في رسالته: إذا جاء الرجل للصلاة ووجد الإمام راكع وركع معه ولم يقرأ الفاتحة، فما صحة هذه الصلاة؟ لأني سمعت أنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، أفيدونا في ذلك مشكورين. من جاء والإمام في الركوع فإنه يكبر تكبيرة الإحرام وهو واقف، ثم يركع مع الإمام ويكون مدركا للركعة، ولا تلزمه قراءة الفاتحة في هذه الحالة لأنها فات محلها، وصلاته صحيحة لأن محل قراءة الفاتحة هو القيام وقد فات. فإذا أدرك الإمام راكعا وركع معه فإنه يكون مدركا للركعة وصلاته صحيحة إن شاء الله. والدليل على ذلك أن أبا بكرة رضي الله تعالى عنه جاء والنبي صلى الله عليه وسلم في الركوع، فدخل معه في الركوع ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء تلك الركعة، بل قال له: زادك الله حرصا ولا تعد، لأنه كان لما أقبل على الصف أسرع وكبر قبل أن يصل إلى الصف ثم دخل في الصف. النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن السرعة إذا جاء والإمام راكع، بل يأتي بطمأنينة وهدوء، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وفي رواية: وما فاتكم فاقضوا. فالذي أنكره عليه إنما هو السرعة فقط، ولم يأمره بإعادة الركعة التي أدركها معه، أدل على أن من أدرك الإمام في الركوع وركع معه فإنه يكون مدركا للركعة. وهذا الذي سمعته من بعض الناس قول مرجوح، والصحيح ما ذكرناه، والله تعالى أعلم. أيضا توضيح: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هذا في حق الإمام والمنفرد. نعم، أما المأموم فإنه ينصت لقراءة إمامه إذا جهر، لقوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فالمأموم يقرأ الفاتحة في سكتات إمامه، أما إذا جهر الإمام فإنه يجب على المأمومين الإنصات والاستماع للقرآن، لأن قراءة الإمام قراءة للجميع، الله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. أيضا يقول في رسالته الثانية: إن إمام المسجد عندنا لا يؤذن الأذان الأول للجمعة، ولكن يكتفي بقراءة القرآن الكريم بمكبر للصوت التابع للمسجد من وقت الأذان الأول إلى موعد الأذان الثاني، فما الحكم في هذا؟ أفيدونا أفادكم الله. هذا ترك السنة وآتى ببدعة، لأن الأذان الأول من سنة الخلفاء الراشدين، فقد أمر به عثمان رضي الله تعالى عنه في خلافته لما كثر الناس
وتباعدوا عن تباعدت أماكنهم، فصاروا بحاجة إلى من ينبههم لقرب صلاة الجمعة، فأمر رضي الله عنه بالأذان الأول ليستحث الناس للحضور لصلاة الجمعة، فصار سنة إلى يومنا هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، وعثمان رضي الله عنه من الخلفاء الراشدين، قد فعل هذا وأقره الموجودون في خلافته من المهاجرين والأنصار، فصار سنة ثابتة. فهذا الذي ترك هذا الأذان الذي سنه الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه واستبدله بتلاوة القرآن من مكبر الصوت، هذا بدعة، لأن تلاوة القرآن في هذا الموطن وبهذه الصفة يكون بدعة، ليس من عمل النبي صلى الله عليه وسلم ولا من عمل أصحابه ولا من عمل القرون المفضلة. فالواجب على المسلمين أن يقتصروا على المشروع وأن لا يحدثوا شيئا من عند أنفسهم، وتلاوة القرآن من المكبر لا تكفي عن الأذان الذي هو شعار الإسلام والذي شرعه الله سبحانه وتعالى للمسلمين. اتخاذ قراءة القرآن بديلا عن الأذان، الأذان الأول يوم الجمعة أو غيره، هذا من البدع المحدثة، وهذا لا يكفي عن الأذان. الله تعالى أعلم. هذه رسالة وصلتنا من أمين الرد من سوريا، يقول في رسالته: إنني أسافر في كل أسبوع تقريبا مسافة 350 كيلومتر، ويكون وقت السفر عند الظهيرة، ولا تقف السيارة على الطريق لأداء الصلاة، فهل يجوز أن أجمع صلاة العصر وصلاة الظهر جمع تقديم في البيت قبل مغادرتي؟ أفيدوني في ذلك مشكورين. إذا دخل وقت الظهر وأنت لم تبدأ السفر، فإنه يجب عليك أن تصلي الظهر في وقتها تماما من غير قصر. وأما صلاة العصر فإن كان سفرك ينتهي قبل خروج وقت العصر، فإنك تصلي العصر في وقتها إذا وصلت ولو في آخر وقت العصر تصليها. أما إذا كان السفر يستمر من الظهر إلى بعد غروب الشمس بحيث يخرج وقت العصر وأنت في السفر والسير ولا يمكنك النزول لما ذكرت من أن صاحب السيارة لا يوافق على التوقف، إذا كان الأمر ما ذكرت فلا مانع من الجمع في هذه الحالة، لأن هذه حالة عذر تبيح الجمع، ولكن مع الإتمام. إذا صليت العصر مع الظهر جمع تقديم وأنت في بيتك وتريد السفر بعدها، فإنك تصلي الظهر والعصر تماما كل واحدة 4 ركعات، ولا بأس بالجمع، لأن الجمع يباح في مثل هذه الحالة. أما القصر فإنه لم يبدأ وقته، لأن القصر إنما يجوز بعد مفارقة البنيان الذي هو موطن إقامتك. نعم. شكر الله لكم وعظم الله مثوبتكم. أيها الإخوة والأخوات، انتهت حلقة هذا اليوم. أجاب على أسئلتكم واستفساراتكم الشيخ صالح فوزان الفوزان، أستاذ بالمعهد العالي للقضاء. نأتي إلى ختام حلقة هذا اليوم، نشكركم لحسن المتابعة، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن نلتقي في الغد وأنتم بخير وعافية. قام بهندسة الصوت الزميل مطر الغامدي، والسلام عليكم ورحمة الله.